سيداتي وسياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة ولحضرتكم نشرة الأخبار. استقبل الرئيس حسني مبارك بعد ظهر اليوم الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية. حضر المقابلة السيد عمرو موسى وزير الخارجية، كما حضرها السيد أبو بكر الرفيع القائم بأعمال السفارة السعودية بالقاهرة. واستقبل الرئيس حسني مبارك بعد ظهر اليوم السيد فارس بويز وزير خارجية لبنان. حضر المقابلة السيد عمرو موسى وزير الخارجية. استأنف وزراء الخارجية العرب دور اليوم أعمال دورتهم الرابعة بعد المئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وزير خارجية البحرين بصفة بلاده رئيسا للدورة الحالية، وبحضور الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد بدأت الجلسة المغلقة لاستكمال مناقشة باقي البنود المدرجة على جدول أعمال